أهلا بكم. لماذا تغل الميليشيات الطائفية بسفك دماء العراقيين؟ وما تداعيات استمرار الميليشيات المدعومة من إيران بارتكاب جرائم القتل والتغييب؟ إذا كان القانون الدولي يوصفها أنها جرائم إبادة جماعية، من الذي يحاسب الميليشيات على جرائم الإبادة الجماعية في العراق؟ ولماذا لم يتخذ المجتمع الدولي أي خطوة جدية لوقف هذه الجرائم في ظل سياسة الإفلات من العقاب؟ وما هو التوصيف القانوني لموقف الحكومة في العراق من الصمت تجاه عمليات القتل التي ترتكبها الميليشيات في مناطق بعينها على أساس طائفي؟ وما مصير التحقيقات الحكومية للكشف عن مصير المفقودين؟ ولما لم تسهم في الوصول إلى الحقائق؟ وإلى أي مدى كانت الغاية منها التعتيم على الجهات الخاطفة وتكريس سياسة الإفلات من العقاب في العراق؟ نشاهد بداية هذا التقرير. من أمن العقوبة أو غلا في سفك دماء العراقيين؟ هكذا هي اللعبة التي تدار في أرض الرافدين، ميليشيات تخطف وتقتل من تشاء بدعم ومباركة إيرانية مباشرة وحكومة متواطئة، في ظل صمت دولي لم يتخذ أي خطوة جدية لوقف مسلسل الاستهداف والقتل المستمر. ملف محاسبة قتلة العراقيين لا سيما الناشطون منهم وإفلات الجناة من العقاب يمثل أحد أهم التحديات أمام الحكومة الحالية التي لم تحرز أي تقدم رغم تعهداتها ولجانها التحقيقية التي شكلتها، الأمر الذي يؤكد عدم جديتها فضلاً عن رضوخها للأحزاب والميليشيات. ناشطون عراقيون نظموا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ووجوب محاكمة المجرمين، فيما أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعمه لحملة العراقيين لإنهاء الإفلات من العقاب، مؤكداً أنه عندما يفلت أصحاب النفوذ بفسادهم يفقد الناس الثقة في مؤسساتهم الحاكمة. ووفقاً لمرصد أفاد المعني بالقضايا الحقوقية في العراق، فقد تجاوز العدد الكلي لضحايا التظاهرات منذ الأول من تشرين الأول عام 2019 ولغاية نهاية كانون الأول عام 2020 762 متظاهراً وإصابة نحو 27 ألف متظاهر. وأشار المرصد إلى أنه حصل مقاطع فيديو تظهر عمليات إعدام لمواطنين مدنيين على أيدي قوات تابعة لميليشيا الحشد وسط صمت قضائي يعد تواطؤا مع المجرمين، فيما طالب مجلس شيوخ وجهاء وأعيان محافظة صلاح الدين بالكشف عن قتلة المتظاهرين وعن مصير المختطفين والمغيبين وحفر المقابر الجماعية البالغ عددها أكثر من 300 مقبرة تضم آلاف الجثث من المحافظات المنكوبة. منظمة هيومن رايتس ووتش أعادت نشر تقارير لها بشأن المختطفين والمغيبين في العراق تأكيدا على ما ورد بتقرير منظمة العفو الدولية الذي حمل الحكومات المتعاقبة في العراق مسؤولية تجاهل الكشف عن مصير 643 مدنياً خطفوا قبل 5 سنوات على يد الميليشيات، بينما أشار تقرير سابق لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين إلى أن التحقيقات الحكومية للكشف عن مصير المفقودين لم تسهم في الوصول إلى الحقائق، بل كانت الغاية منها التعتيم على الجهات الخاطفة وتكريس سياسة الإفلات من العقاب في العراق. أرحب بداية بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر ضيفي في الأستوديو. مرحبا بك أستاذ مصطفى. حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ مصطفى. وأرحب أيضا بالأستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض ينضم معي عبر الهاتف من مالمو. أستاذ لبيد مرحبا بك. أهلا وسهلا بك حياكم الله. وأرحب أيضا بالدكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي ينضم معي عبر الهاتف من عمان. دكتور رحيم مرحبا بك. عليكم السلام، تحياتي ولضيوفك الكرام. أهلا بكم دكتور. أبدأ معك أستاذ مصطفى كامل. سياسة الإفلات من العقاب مستمرة في العراق، الميليشيات توغل قتلا بالعراقيين، لماذا تستمر هذه السياسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة تستمر هذه السياسة لأنها مقصودة
عدة أسباب. أولا هي جريمة الإفلات، يعني قضية الإفلات من العقاب هي ليست مسألة قانونية فقط، وإنما هي مسألة أخلاقية ومسألة إنسانية، لأن الجرائم التي طالت العراقيين الحقيقة هي تندرج تحت إطار أو بند جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي المسؤولية الأولى لهذه الجرائم عن هذه الجرائم تقع على عاتق الغزاة الأمريكان لسببين. أولا لأن هم من قاموا بتشكيل هذه الميليشيات، وهم من سلحوها، وهم من مولوها، وهم من سمحوا لها بالتغول على حساب دماء العراقيين، وكانوا يوفرون لها الحماية أثناء ارتكاب هذه الجرائم. يعني عندما كانت القوة الجوية الأمريكية والمدفعية الأمريكية توفر غطاء جويا للميليشيات لكي تتقدم بعد أن يتم تدمير هذه المدن وتدخل هذه يعني المدن المنكوبة، يعني في الموصل، في الفلوجة، في بيجي، في تكريت، في الدور، في الحويجة، في كل الأماكن التي طالها إرهاب الميليشيات تحت مسمى إرهاب داعش، مواجهة إرهاب داعش. بالتالي هذه الميليشيات كانت تقوم بأعمال الخطف والقتل بعلم الجانب الأمريكي وبرعايته، ويعني بغض النظر من جانبه عن هذه الجرائم. أيضا يجب أن نعود الحقيقة إلى مسألة بالغة الأهمية وأن لا تفوتنا في زحمة الحديث عن جرائم الميليشيات التي تكاثرت بطريقة مذهلة، ربما تجعل البعض ينسى الجرائم التي سبقتها. الغزاة الأمريكان هم نفسهم ارتكبوا جرائم هائلة وكثيرة في العراق، سواء في يعني مجزرة ساحة النسور، الجرائم في سجن أبو غريب، مجزرة حديثة، مجزرة سامراء، مجزرة كذا، الفلوجة. يعني الفلوجة طبعا الجرح الدائم. هذه الجرائم أيضا الأمريكان، الغزاة الأمريكان أفلتوا من العقاب تحت نوع من الحماية التي توفرها القوانين الأمريكية، وبعض هذه القوانين يعني رتبت لحالة العراق تحديدا، وبالتالي فكل هذه الأطراف، وبالطبع هناك على الجانب العراقي هناك الطرف الحكومي هو مسؤول بشكل كبير عن هذه الجرائم أيضا لعدة أسباب، منها أنه هو مسؤول بحكم أن هذه الميليشيات جزء من مؤسسة هم يقولون أنها أمنية وعسكرية رسمية تابعة للقوات المسلحة التي يقودها رئيس الوزراء أيا كان اسمه أو صف يعني وضعه في العراق. وأيضا هي مسؤولة لأنها هي مسؤولة عن الجانب التشريعي، وهي مسؤولة أيضا عن الجانب التنفيذي. والقضاء في العراق قضاء يعني مساهم بشكل فعال في توفير الغطاء القانوني لجرائم الإفلات من العقاب، وهي كما قلت بحد ذاتها يعني جريمة قانونية وأخلاقية ترتكب بحق الإنسان العراقي. وبالتالي القضاء العراقي هو يحتاج أيضا إلى محاسبة وإلى رقابة، لأن هناك الكثير من الجرائم التي غطيت بالجانب القضائي سواء بقوانين جائرة أو بتفسيرات للقوانين، وهذه التفسيرات ظالمة وجائرة، أو بإجراءات وقرارات صدرت سواء بالعفو عن مجرمين أو يعني تجريم أبرياء. هذه كلها يجب أن ننظر لها في هذا الإطار. يعني عملية الإفلات من العقاب جريمة مركبة لها أوجه عديدة، وتنفذها جهات عديدة أو تساهم في تنفيذها جهات عديدة، وبالتالي لها أهداف أساسية تتلخص في عملية تدمير العراق وتدمير واحد من أهم، أنا لا يعني حقيقة أكره كلمة مكونات، لأننا نتحدث عن شعب العراق وهو شعب واحد، ولكن للأسف أن سنة العراق تحديدا طالتهم الكثير من هذه الجرائم لأسباب طائفية، فيما طالت آخرين يعني جرائم أخرى لأسباب سياسية. نعم.
أستاذ لبيد، ما هي أهداف الميليشيات التي تسعى لتحقيقها في العراق إذا كان الأمريكيون هم من أسس لسياسة الإفلات من العقاب مثلما تحدث الأستاذ مصطفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي ابتداء أنا أن أحيي ضيفيك الكريمين الأستاذ مصطفى كامل والدكتور عبد الرحيم الكويتي. الله سلام. أهداف الميليشيات بالحقيقة كثيرة وعديدة، لكن نستطيع أن نعنونها بعنوانين أو ثلاثة عناوين رئيسية. يعني أول عنوان هو في رأيي الهيمنة على ركائز الدولة ومؤسساتها، ومن ثم تحويل العراق إلى دولة بالوكالة. ونعلم على هذا الصعيد أن الميليشيات أصبحت متغلغلة في نسيج الدولة، وأصبح لها جناحان متكاملان، وجناح سياسي وجناح عسكري، وهذا الجناحان متقادمان بشكل جيد ويعملان بشكل منتظم وفعال. فالجناح السياسي يعمل على عرقلة أي قرار يعني ممكن أن يصب باتجاه حصر السلاح بيد الدولة والحد من نفوذ الميليشيات. أما الجناح العسكري فهو الذي يحمي السياسيين الموافقين على يعني ويحمي مصالحهم، يعني يحمي السياسيين الذين يمثلون الميليشيات. يعني ونعلم بأن الانتخابات الأخيرة في عام 2000 التي جرت في عام 2018 استطاع التحالف الذي يمثل الميليشيات وهو الجناح أصبح لهم جناح سياسي وأصبح حصل على 27 مقعدا، وكان هذا التحالف هو تحالف الفتح يعني بقيادة هادي العامري زعيم منظمة بدر. فإذن على هذا الصعيد بالحقيقة الميليشيات نجحت في تغلغل على مستويات عميقة في مفاصل الدولة السياسية والتنفيذية والتشريعية. هناك طبعا أهداف مهمة أخرى، يعني هناك أهداف مرتبطة بإيران وبالخطط الاستراتيجية الإيرانية. يعني على هذا الصعيد محليا استطاعت الميليشيات أن تنشئ قواعد عسكرية إيرانية غير مرئية أو غير تبدو غير معروفة، لكن كل التقارير وكل صور الأقمار الصناعية تؤكد على وجود هذه القواعد. طبعا ليس لها عنوان، لا يمكن أن يحصلوا على دليل بأن هذه القواعد هي إيرانية. على سبيل المثال جرف الصخر، يعني جرف الصخر منطقة محظورة على أعلى مستويات الدولة، لا يستطيع أن يمر منها يعني أو يقترب منها حتى رؤساء الوزراء يعني السابقين واللاحقين، يعني لم يستطيعوا أن يمروا عليها منذ أن أصبحت تحت هيمنة جماعة حزب الله، يعني حركة حزب الله وسائر الفصائل التي تدور في فلكها. يعني هذه القواعد إذا تسمح لي، هذه القواعد بالحقيقة هي هذه واحدة من القواعد الإيرانية. هناك في جنوب العراق أيضا شهدت عملية نقل صواريخ من إيران وتم نصب منصات صواريخ في جنوب العراق، وهناك هدف اقليمي جدا مهم يعني على الصعيد الاستراتيجي. ايران لا تكتفي بالهيمنه ومد النفوذ في العراق، ايران لديها هدف ابعد يعني نظر بعيد النظر، يعني مساله مد نفوذها وتاثير على الدول الاقليميه التي فيها ارضيه خصبه بالحقيقه للاستجابه للمشاريع الايرانيه كالشرق السعوديه، المنطقه الشرقيه في السعوديه والكويت ايضا. فهذه الميليشيات العراقيه ايضا هي الذراع الاساسي الذي ستستخدمه ايران من اجل مد نفوذها الى خارج العراق نحو الدول المتطوره. طيب. نعم. استاذ لبيد اسمح لي فقط ان انتقل للاستاذ الدكتور رحيم الكوبيسي. دكتور رحيم، سياسه الافلات من العقاب في العراق هل تم تاسيسها بعد الاحتلال الامريكي مثلما تحدث الاستاذ مصطفى كامل؟ يعني الامريكيون هم المسؤولون عن ما يجري في العراق من جراء مستمر على يد الميليشيات وكذلك كوضع القانون او القضاء المسيس في العراق، الى اي مدى تتفق معه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وتحياتي لضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناة الرافدين. وفعلا بالاحتلال الأمريكي نحن نعرف أن هذا الذي جرى بعد 2003 احتلال، ووصف هذا الاحتلال من قبل مجلس الأمن بعد ذلك قوات متعددة الجنسيات،
يعني هؤلاء بعد أن تم حل السياج الأمني للعراق يعني من جيش من شرطة من قوات أمن، واستبدلت هذه بعناصر معينة اسمها بريمر، يستبدل بها مجموعة معينة من ميليشيات، وكانت هذه الوعاء لكل الميليشيات التي تم تسليحها وتدريبها بعد ذلك وإلى يومنا هذا. طبعا مسألة الإفلات من العقاب بالنسبة للأمريكان، طبعا هم كل ما يقاتلون خارج إطار الولايات المتحدة الأمريكية استصدروا قرارات أن الذي يرتكب حتى جريمة عادية تخضع للقانون الأمريكي وليس لقانون الدولة التي تم احتلالها في هذه الحالة. لكن بالنسبة للميليشيات، هذا الإفلات من العقاب هم يحكمون، وبالتالي هم يقررون لأنفسهم من خلال تجذرهم بالسلطة السياسية، تخافهم السلطة السياسية، تخافهم الحكومة، وبالتالي لا يستطيع أحد أن هم يتصرفون خارج نطاق قواعد القانون، هم يتصرفون بإرادتهم بسلاحهم، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يناقشهم الحساب في هذه الحالة. نحن نعرف أن الميليشيات التي ارتكبت جرائم ضد المتظاهرين السلميين، وأنتم من خلال تقريركم وثقتم أكثر من 700 شهيد وأكثر من 27 ألف جريح، واستخدمت أسلحة هذه الدخانيات تم تجهيز هذه الميليشيات من قبل إيران، وهي غير موجودة في السلاح العراقي، استوردت من قبل صربيا وأعطيت لهؤلاء لكي، ولم يحاسب أحد، والقاتل معروف. ونحن نعرف الآن من خلال هذه الأدلة الثبوتية، من خلال الكاميرات التي توثق كثير من الجرائم والمجرم، لكن السلطة الحاكمة تخاف، وعندما تخاف لا تستطيع أن تناقش هؤلاء الحساب، وبالتالي كل المشتركين في العملية السياسية شركاء في هذه الجرائم بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة. لا يتوقع أحد أن يقول أنا من السلطة التشريعية ولا علاقة لي بالسلطة التنفيذية، أو أنا من السلطة القضائية ولا علاقة لي بالسلطة التنفيذية وبهذه الميليشيات، الكل سواء، لأنهم هم السلطات التي تحكم العراق، وبالتالي هم على جراية بما يجري في الشارع العراقي من قتل وإصابة وسجون لا يستطيع أحد أن يصل إليها، والقانون قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 69 صريح، كل مكلف بخدمة عامة، إذا ما نما إلى علمه أن هناك جريمة قد ارتكبت، وخصوصا النائب العام أو المدعي العام بالتعبير العراقي، عندما ينمو إلى علمه أن هناك جريمة ارتكبت عليه أن يتحرك من ذاته، لا يحتاج دكتور رحيم إلى يعني البعض يقول أن القانون الدولي فصل على أساس السياسة الدولية لخدمة مصالح دول عظمى، لخدمة مصالح دول كبرى متحكمة بمصائر الشعوب. يعني القانون الدولي وضع في لتشخيص الجرائم أو محاسبة مرتكبي الجرائم وتسليمهم للعدالة، هذا القانون مؤطر في أطر نظرية يصفها البعض، والبعض الآخر يقول أنها غير مفعلة. ترى القانون الدولي كيف ينظر إلى استمرار الجرائم في العراق وما يصدر من تقارير من قبل أو من يعني ردود فعل أممية لا تتجاوز حد القلق؟ يتصرف مجلس الأمن الدولي طبعا بشرط أن يستحسن على قرارات، خصوصا 9 أعضاء بضمنهم الخمسة الكبار الذي لهم حق الفيتو، عندما يصدر قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع، عند ذلك تفرض عقوبات على هذه الدولة التي ترتكب جرائم بحق شعبها وبحق مواطنيها من حصار. يعني بناء على ذلك، إذا سمحت لي دكتور، يعني من الذي يستطيع محاسبة الميليشيات التي ترتكب الجرائم في العراق؟ المحاسبة داخلية وخارجية. المحاسبة الداخلية مؤجلة، لأن هذه جرائم أولا لا تسقط بالتقادم، وهي جرائم ضد الإنسانية،
ووصفتها بالمحكمة الجنائية الدولية، لكن هناك خوف من قبل السلطة الحاكمة أن تسحب هؤلاء إلى ساحات العدالة. وأنت تعرف عندما تم القبض على شخص من فترة قصيرة كيف انتفضت هذه الميليشيات كلها في تدافع عن هذا المسؤول الكبير في الحشد. إذا المسألة داخليا ربما مؤجلة، لكنه خارجيا تحتاج إلى العراقيين المتواجدين بالخارج أن يرفعوا من الدعاوى، أن يحركوا دعاوى، أن يطلبوا من كل المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان. وأنت تعرف من فترة قصيرة منظمة العفو الدولية وثقت هذا الكلام، ولو وثقت أنه بعض المختطفين من خلال الفدلاوية والفلوجة والرزازة حوالي أكثر من 1634 بالفلوجة أو الفدلاوية. إذن المجرم معروف، لكنه العملية السوقة إلى العدالة ربما تتأخر بعض الوقت. لكن عندما نرى أن المجتمع الدولي يتحرك، لكنه يتحرك لأن هم يعتبرون بالنسبة لاحتلال العراق هو مشروع أمريكي، مشروع أمريكي إيراني مشترك في هذه الحالة، وبالتالي تؤجل كل العقوبات. إذا ما خفت هذه القبضة بعد حين فيساقون هؤلاء إلى القضاء الدولي أو القضاء. اسمح لي في هذه النقطة دكتور، أنا أنتقل للأستاذ مصطفى كامل. أستاذ مصطفى كامل، يعني ذكرت أن الموقف الأمريكي واضح منذ الاحتلال العراقي يوفر الغطاء للميليشيات، هو من قام بتأسيس أو تشكيل الميليشيات ويوفر الغطاء لها بغية تحقيق أهداف معينة. ترى ما هي الأواصر المشتركة، الروابط المشتركة ما بين أهداف الأمريكية وأهداف إيران التي تدعم هذه الميليشيات في العراق؟ بودي أن أوجه أولا تحية للضيفين الكريمين الأستاذ الصميدعي والأستاذ الكويسي. العلاقة التي بين الميليشيات والولايات المتحدة تعود جذورها إلى العلاقة بين إيران التي تدعم هذه الميليشيات، وهي من يعني أنشأها عقائديا ومولها فكريا، والولايات المتحدة التي قامت بجريمة غزو العراق، وهي يجب أن لا تفلت من العقاب الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية وحكومات الدول التي شنت الغزو والعدوان على العراق خارج مبادئ القانون الدولي وبلا مبرر وبذرائع اتضح كذبها. هذه أيضا كل الجهات يجب أن لا تفلت من العقاب وأن تتحقق العدالة للعراق، لأن هذه هي الجريمة الكبرى التي يعني كل الجرائم الأخرى نشأت تحت مظلتها. يجب أن نفهم العلاقة بين إيران والولايات المتحدة أولا. صحيح أن القوات الغازية انطلقت من أراض عربية للأسف، لكن التنسيق كان واضحا بين الولايات المتحدة والجانب الإيراني، وكان يمثل الولايات المتحدة سفير الولايات المتحدة لدى المعارضة العراقية كما كان توصيفه أو يعني منصبه الرسمي، وهو زلماي خليل زادة. نعم. وممثل الإيراني في الأمم المتحدة الذي هو وزير الخارجية الإيراني الحالي محمد جواد ظريف، اللذين كانا يلتقيان في جنيف بشكل سري للتنسيق في مسائل تخص يعني تنسيق المواقف، رغم أن بين إيران والولايات المتحدة، رغم أن طهران كانت تعلن يعني في الجانب الإعلامي رفضها لموضوع غزو العراق، لكنها في الحقيقة كانت يعني تنسق مواقفها مع واشنطن لأجل يعني اتمام هذه الجريمة، وهي من دفعت العملاء التابعين لها الى الحضن الامريكي لاجل يعني تمرير مشروع الغزو وتسويقه والترويج له والتبريره والى اخره. فهذه العلاقة بين المشروعين الامريكي ومن ورائه المشروع الصهيوني والمشروع الفارسي ضد العراق وضد الأمة العربية والإسلامية، هي من سمحت لهذه الميليشيات الإرهابية بالتغول على حساب دماء العراقيين وأموالهم وسيادة العراق وأمنه واستقراره، وباتت مصدر
يعني نشر للبات العراق الذي كان بوابة شرقية تمنع السوء عن أمته، السوء القادم من الشرق، وإذا به أصبح منطلقا لهذا الإرهاب. يعني نحن نتذكر على سبيل المثال فيما يتعلق بالرعاية الأمريكية لهذه الميليشيات، فرق الموت التي أسسها العقيد جيمس ستيل، العقيد الأمريكي الذي أسس فرق الموت. من أين أسسها؟ من أي الجهات أسسها؟ أسسها من ميليشيات بدر الإرهابية بالدرجة الأولى، وكانت يعني جرائمها واضحة، كانت تغتال العراقيين وترميهم في مكبات النفايات، في فتحات المجاري، في الساحات الخالية. وهذه يعني جريمة لا يتحدث عنها، لا نتحدث نحن فقط عنها، هذه هيئة الإذاعة البريطانية أنشأت فيلما وثائقيا كانت فيه حوارات مع العقيد جيمس ستيل الذي يعني أنشأ هذه الفرق الإجرامية في العام 2003 وعام 2004، وهو الخيار السلفادوري كما يسمى، الذي رعاه نيغروبونتي لاحقا سفير الولايات المتحدة في بغداد، رعاه لأنه نفذه في نيكاراغوا سابقا. وبالتالي يعني هذه الجرائم يعني كما قلنا هي جرائم ذات صفة قانونية ولها أبعاد دولية أيضا، وهي تندرج أساسا في مظلة الغزو، تحت مظلة الغزو. هذا هو الأساس. حتى الجرائم المرتكبة الآن ضد الثوار، يعني جرائم يجري التعمية عليها من جانب أو محاولة تخفيفها من جانب آخر. نعم سيد مصطفى. أستاذ لبيد الصميدعي، الجرائم تستمر في العراق سواء بأهداف طائفية، بغية التغيير الديمغرافي، أو أهداف سياسية. ترى لماذا لم نشهد أي تحرك جاد من قبل المجتمع الدولي أو الأطراف الفاعلة أو حتى القوة المسؤولة عما يجري في العراق، وهو الاحتلال الأمريكي وتوابعه، لوضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات؟ نعم، حتى أجيب على هذا السؤال اسمح لي على عجالة أن أذكر لك حادثة يعني حدثت قبل نحو 3 أو 4 أشهر. يعني هناك مجموعة من الناشطين حقوقيين ومهتمين بمسألة حقوق الإنسان والدفاع عنها، عراقيون طبعا، هم يقيمون في أوروبا الغربية في أكثر من دولة، اتفقوا على إيصال صوتهم إلى الاتحاد الأوروبي، وبعد جهود مضنية قدموا فيها تقارير وموثقة وبالصور إلى آخره، استطاعوا الوصول إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وقابلوا لجنة تتكون من 3 أشخاص، وقد تكلموا كثيرا عن الانتهاكات المدعومة بالتقارير والوثائق إلى آخره. ثم استمعوا إلى 2 من هؤلاء، قالوا لهم نحن استمعنا وقرأنا تقاريركم، لكن نحن بالحقيقة كاتحاد أوروبي لا نستند على تقارير مثل هذه، وإنما احنا نستند على تقارير الأمم المتحدة. وممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارد وتضع لنا في دائما في صورة إيجابية عن الوضع في العراق، وهي أرسلت لنا أيضا صورا تزور فيها وتركب التكتك وتزور فيها مقرات المتظاهرين في ساحة التحرير إلى آخره، وأخذت معهم صور وقالت بأن الأوضاع هناك أوضاع ديمقراطية تسمح بالمظاهرات، وهناك أمن مستتب في العراق إلى آخره. أحد الأشخاص أعضاء اللجنة كان صامتا طيلة الفترة. طبعا جرت حوارات كثيرة بين الوفد وبين اللجنة التي تمثل الاتحاد الأوروبي، لم تأتي بنتيجة، لكن الشخص هذا الآخر الذي كان صامتا طيلة الفترة رافق الوفد إلى الخارج إلى الباب وخرج معهم خارج مبنى الاتحاد، قال سأتكلم لكم كلاما لا تعتبروه يمثل الموقف الرسمي لنا، سأقول لكم حقيقة بأن النظام الحالي القائم في العراق نظام مريح للاتحاد الأوروبي، لدول الاتحاد الأوروبي. ليش؟ لأنه الأموال التي تأتي لأوروبا تأتي إلى أوروبا أموال طائلة، أموال هائلة بالمليارات شهريا وسنويا تأتي من كل المسؤولين السياسيين الكبار الموجودين على دفة السلطة حاليا في العراق، يدرون لنا بأموال هائلة لم نكن نحلم بها. فلا تتوقع أن يحدث موقف حاد من قبل أو حازم من قبل الاتحاد الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي، والأمر كذلك لا يمكن أن يفرطوا بالأموال كرمال
كرمال عيون الدم من أجل الدماء التي تسيل هنا وهناك. يعني نحن أتينا على ذكر على مررنا على ذكر جنين بلاس خارتة التي هي ممثلة الأمم المتحدة التي هي عن العنوان الرئيسي للمجتمع الدولي. جنين بلاس خارتة بالحقيقة تقوم بدور سيء دور سلبي جدا ضد العراق وضد المواطن العراقي. جنين بلاس خارتة زارت في هذا العام زارت إيران، زارت طهران وقابلت علي أكبر ولايتي مستشار علي خامنئي للشؤون الدولية، وطلبت منه يعني تحدثت منه عن مسألة دور إيران في توفير أجواء إيجابية لإقامة انتخابات مبكرة في العراق من أجل حماية الديمقراطية في العراق. تخيل أن ممثلة الأمم المتحدة تطلب من إيران حماية الديمقراطية في العراق وتوفير أجواء انتخابية. يعني هذا اعتراف واضح بأن إيران تهيمن على الوضع في العراق، وتقابل قابلت في نفس أيضا في مطلع هذا العام قابلت كما نتذكر جميعا القيادي في كتاب حزب الله عبد العزيز المحمداوي الذي يلقبونه أبو فدك. يعني حدث هذه المقابلة وهي تعرف دور أبو فدك الموغل في دماء العراقيين، يعني حاولت أو قامت بمسح الماء التي تتلطخ بها يداه بجلباب الأمم المتحدة. هذا هو الموقف المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة. فلا ننتظر، لا نتوقع من الأمم المتحدة ولا من الاتحاد الأوروبي ولا حتى من أمريكا نتوقع أن تتدخل من أجل حل الوضع في العراق. العالم كله مرتاح لحالة الفساد القائمة في العراق، وما لم يكن هناك أي تهديد مباشر للأمن القومي الدولي سواء كان الأوروبي أو الأمريكي لن نتوقع أي تدخل يؤدي إلى ردع أو إنهاء دور الميليشيات المتغلغل في الدولة. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ لبيد الصميداعي عضو التحالف الوطني المعارض، كنت معي عبر الهاتف من مالمو. دكتور رحيم الكبيسي، بالعودة إليك، أستاذ القانون الدولي، برأيك أو بحسب ما ترى، يعني ما هو التوصيف القانوني لموقف الحكومة الصامت ربما تجاه ما يجري من قتل وجرائم ترتكبها الميليشيات أو مثل ما يصفها البعض المشارك فيما يجري من هذه الجرائم في ظل يعني تسييس القضاء العراقي منذ عام 2003؟ قواعد المسؤولية بصورة عامة سواء كانت المسؤولية في الداخل أو في الخارج هي الضرر الناتج عن الجريمة وعلاقة السببية بين الفعل أي بين الجريمة والضرر الذي ترتب على هذا الفعل الذي تجربه قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي بصورة عامة. لكن قواعد عندما تثار المسؤولية، من الذي يسوق هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجريمة؟ الجرائم الآن موثقة من خلال الفيديوهات، والآن الكاميرات التي توثق هذه أدلة إثبات جديدة، لم تكن هذه أدلة الإثبات موجودة في السابق. الكاميرات التي توثق الجريمة توثق المجرم والضحية موجودة، لكن لا يستطيع أحد أن يجب هؤلاء المجرمين إلى ساحة العدالة لا في الداخل ولا في الخارج. يعني قبل قليل عندما الأخ لبيد عندما يقول الاتحاد الأوروبي، فعلا الاتحاد الأوروبي أولا الاتحاد الأوروبي شريك بالجريمة التي ارتكبت بغزو العراق مع الأمريكان، وهم ذيول للأمريكان وبالتالي لا يستطيعون الخروج. وأنت تعرف أنه قبل فترة قصيرة أيضا من العراقيين المتواجدين في أوروبا قاموا دعوة على عادل عبد المهدي باعتباره يحمل الجنسية الفرنسية، وكان مسؤولا باعتباره رأس السلطة التنفيذية عن الجرائم التي ارتكبت في بدايات التظاهر السلمي في ساحات التحرير وبعض الساحات الأخرى. أيضا تم تهديد هؤلاء الذين أقاموا الدعوة أنه لا تستطيعون الوصول إلى أي شيء، لأن هذه النظام في العراق نظام مقبول. يعني كل التقارير الأمريكية التي تتحدث عن الفساد المادي والإداري، وضع الأمريكان ظاهريا ينكرون هذا الأمر، لكن داخليا لا، هم يقبلون بهذا النظام لأنهم هم نظام الذي جاءوا به، وأشخاص الحاكمة هي التي تأتمر بأوامر الأمريكان وأوامر الإيرانيين. ولعلي أشير إلى نقطة معينة بالنسبة للدور الإيراني في مذكرات خاتمي التي صدرت من فترة قصيرة، قال عندما تعثرت القوات الأمريكية في السيطرة على أم قصر جاء
جاءنا بزيارة سرية توني بلير رئيس وزراء بريطانيا وقال ساعدونا لاحتلال البصرة وعند ذلك ما اطلبوا ما تريدون. وقد كان هذا الأمر وبالتالي صارت عملية التفاف على القوات العراقية في أم قصر وتمهد الطريق للا. هذه أمور كثيرة تم توثيقها الآن لم تعد الآن مشكلتنا كلها في الميليشيات التي تهدد السلام العام للمواطنين في العراق. هذه الميليشيات التي لها سجونها الخاصة ولها سلاحها الخاص ولها مقراتها الخاصة بحيث يقول حيدر العبادي عندما كان رئيسا للوزراء عند في الجريمة التي ارتكبت في شارع فلسطين قال لهذه الميليشيات 100 فصيل مسلح ويأخذون رواتب من خزينة الدولة ولا يستطيع أحد أن يناقشهم الحساب. إذن المسألة في ظل هذه السلطات وفي ظل صمت المجتمع الدولي الذي هو وصمة عار في جبينه لما يجري في العراق هم تحركوا كثيرا على معتقل روسي وهم تحركوا كثيرا على معتقل بروسيا البيضاء ورفضوا حتى مرور الطائرات في الأجواء روسيا البيضاء لكنهم لم يتحركوا على هذه الدماء التي تسيل ليل نهار في الشوارع العراقية. نعم دكتور رحيم الكوبيسي سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ مصطفى من الذي بإمكانه محاسبة الميليشيات ومتى؟ قبل أن أجيب على سؤال حضرتك بودي أن أتحدث في نقطتين. أولا أنا قلت الخيار النيكاراغوي هو الخيار السلفادوري فأنا أعتذر في موضوع تشكيل فرق الموت كان يسمى الخيار السلفادوري الذي أنشأه نيغروبونتي في السلفادور وأنشأه أيضا في العراق من خلال فرق الموت كما قلنا. النقطة الأخرى تحدث الأستاذ لبيد الصميدعي عن موضوع يعني جنين بلاسخارت ودورها السلبي وكذا. الحقيقة لا يهم اسم الشخص الذي هو يعني ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أيا كان قبله يعني أيا كان اسمه. يعني قبل بلاسخارت كان العديد من الممثلين الأمم المتحدة وكانوا يمارسون نفس الدور في التغطية على الجرائم وفي تزويق ما يجري في العراق وفي دعم السلطة الغاشمة التي هي ترتكب الجرائم وترتكب الجرائم بغطاء منها وبدعم منها وبتمويل منها وبتسليح منها وبرعايتها وبصمت طبعا منها. هذا المشروع هو مشروع أمريكي وهو قرار أمريكي واضح في تدمير العراق وبالتالي عندما يتغير هذا المشروع سيتغير أو يصدر قرار جديد من الولايات المتحدة بشأن العراق لا أقصد قرارا يعني برقم وبتاريخ وإنما بتوجه حين ذاك سنجد ممثلي الأمم المتحدة وغيرها يعني في حال آخر. عودة إلى سؤال حضرتك السلطة التي في العراق هي سلطة ميليشيات بالكامل هذه السلطة يعني متغلغلة في مؤسسة الرئاسة والمجلس الوزراء وفي البرلمان وفي الصحافة وفي القضاء وفي المجتمع المدني وفي المؤسسات الأمنية والقوات العسكرية وفي الدوائر الخدمية والمؤسسات الإدارية وفي كل مجالات الحياة في العراق وبالتالي حتى الجهة أو الشخص الذي هو غير خاضع أو تابع للميليشيات عفوا بشكل مباشر هو خاضع لسلطتها بسبب الإرهاب الذي تمارسه وهو يطال كل شيء. يعني قبل أيام أجبروا قناة التغيير على غلق مكاتبها في بغداد بسبب الإرهاب الذي وجهوه إليها وهذا حصل إلى قنوات أخرى بصرف النظر عن الموقف مما تعرضه أو من أصحابها أو من مشاريعها ولكن بمجرد أن يصدر شيء مخالف لسلطة الميليشيات أو لرغبة الميليشيات أو لإرادة الميليشيات يجري يعني التضييق عليه وربما اقتحام مقر المؤسسة الإعلامية أو غيرها. كم مرة تعهد رئيس الوزراء الحالي أو الذين سبقوه كم بالكشف عن الجنات كم لجنة تحقيق شكلت خلال السنوات 18 الماضية سواء في
ما يخص بجرائم ما يخص جرائم الولايات المتحدة الغازية في العراق أو الجرائم البريطانيين الغزاة في العراق أو الإيطاليين أو الأستراليين أو الإسبان أو غيرهم، أو فيما يتعلق بجرائم الميليشيات الإرهابية التي يعني تفتك بالعراقيين سنة وشيعة على أسباب طائفية كما قلنا ولأسباب سياسية وغير ذلك. وبالتالي عندما يتغير هذا التوجه العام يعني سنجد موقفا جديدا في محاسبة هذه الميليشيات الإرهابية عن جرائمها. هذا هو الإجابة عن السؤال متى. أما عن من يحاسب هؤلاء، أولا القضاء العراقي الذي كان يتمتع ب يعني سمعة طيبة قبل الاحتلال، قبل غزو العراق واحتلاله، وللأسف خضع هذا النظام القضائي إلى اعتبارات طائفية وإلى اعتبارات محاصصة وإلى المواقف السياسية، وهي يعني كما قلت القضاء المؤسسة القضائية للأسف هي من توفر يعني حق ليس حق عفوا يعني هي من توفر مظلة الإفلات من العقاب لهؤلاء المجرمين، سياسيين كانوا أو قتلة أو ميليشياويين أو فاسدين، يعني عندنا كثير من جرائم الفساد، أو السكوت عن الممارسات الفاسدة للسلطة بشكل عام. يعني على سبيل المثال موضوع مزاد العملة، هذا مزاد العملة واحد من أكبر وأخطر ملفات الفساد في العراق، أين موقف القضاء منه؟ القضاء يوفر له الحماية ويوفر له، فإذا العملية عملية شاملة، وعندما يكون القضاء العراقي قضاء حرا سيدا مستقلا بعيدا عن الأهواء بعيدا عن سيطرة الميليشيات وإجرامها، حين ذاك سنجد يعني سيكون ملف الإفلات من العقاب من الماضي، وسنجد الجنات في أقفاص الاتهام، وبالتالي سينالون القضاء. يعني الآن المواقف الدولية على سبيل المثال، هناك مواقف الآن بدأ يعلو صوتها ولو خفيضا بموضوع كشف الجرائم ودعوات إلى محاسبة المجرمين. اليوم هناك كان حديث من كندا أن يعني إحدى المؤسسات الإعلامية الكندية تحدثت عن جرائم الميليشيات التي ارتكبت بعلم القوات الكندية، لكن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من التطوير ومزيد من الاتساع لكي يتبلور موقف دولي واسع النطاق وملزم وفق مبادئ القانون الدولي. ننتقل أيضا بسؤال الدكتور رحيم الكبيسي في أقل من دقيقة. دكتور رحيم لو سمحت، هل ستستمر سياسة الإفلات من العقاب في العراق؟ طالما السلطة تخاف الميليشيات لن يحاسب أحد، وطالما أن المشروع العراقي لا زال بيد أمريكا وتوافق عليه أمريكا، وبالتالي لا يمكن أن يتحرك القضاء الدولي لمحاسبة هؤلاء المجرمين، المجرمين وقتلة ومعروفون بالاسم، بين فترة وأخرى يقول لنا الأمريكان أن الخزانة الأمريكية قررت محاسبة فلان وفلان، هذه كلها ستمر مرور الكرام، لكن كمحاسبة قانونية وفق قواعد القانون الدولي أو وفق قواعد القانون الداخلي يعني قانون العقوبات العراقي، لن تكون هذه في مواجهة أحد، طالما الميليشيات فوق القانون وفوق السلطة، وطالما النظام بالعراق مقبول أمريكيا. شكرا لك يا دكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي، كنت معي عبر الهاتف من عمان. في أقل من دقيقة أستاذ مصطفى، من يأخذ بحق الذين تم قتلهم على يد الميليشيات في العراق؟ شعب العراق أولا يعني الشيء الذي أريد أن أختم به، هذه مسؤولية كل عراقي أولا وكل عربي بل وكل إنسان الحقيقة. نحن أصحاب قضية،
هذه القضية عادلة، يجري التضليل بشأنها ويجري التعمية عليها ويجري التشويش عليها ويجري تشويهها بشكل متعمد مقصود ومبرمج، ولذلك لن نكل ولن نمل في مواصلة عرض هذه الجرائم وفضح المجرمين أمام العالم، مهما تكرر حديثنا ومهما أعدنا القول ومهما ربما واجهنا صدودا أو غير ذلك وإهمالا، لكن هذه مسؤوليتنا أولا، مسؤولية الإعلاميين، مسؤولية الحقوقيين، مسؤولية المراصد الحقوقية، مسؤولية المراكز الدولية، مسؤولية كل الخيرين في الإنسانية. شكرا لك ضيفي الكريم الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، ضيفي في الأستوديو. وشكرا لك دكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي، كنت معي عبر الهاتف من عمان. وشكر موصول أيضا للأستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض، كان معنا عبر الهاتف من مالمو. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.